شو الجمال ده؟ العسل ده على الصبح. يلا يا عبد الرحمن نبدأ الفيديو. صباح الخير على كل السادة المشاهدين، مشاهدين قناتنا المحترمين. النهارده طبعا زي ما قلت لنا ان احنا ننزل فيديو كل يوم نوريكم ايه اللي احنا هنعمله في البيت وايه التوضيبات والتجهيزات اللي احنا بنعملها. فالنهارده هنعمل شوية حاجات كده في البيت، هنقول لكم ايه هي ونتفرج عليها، وكمان نحكي يعني بعض الذكريات، هنحكي بعض الذكريات عن العمل وعن الشغل بتاعنا وازاي استلمناه واستلمنا فين، يعني شوية حاجات كده هنقولها في الفيديو. يلا بينا نبدأ الفيديو معنا. يلا بينا يلا بينا. يعني انا عاوز اشكركم على التفاعل الكبير اللي احنا بنشوفه في القناة وبالذات مع ذكرياتنا. في الحقيقة ان حياتنا كانت دايما واستمرار بسيطة جدا. انا خريج كلية التربية الرياضية دفعة 95، وده على فكرة ما كانش حلمي ابدا ولا كانت امنيتي ان اخش كلية التربية الرياضية نهائيا. بالعكس انا كان نفسي وامنية حياتي اخش كلية زراعة. انا هسيب الخرطوم هنا واقفل المية واقعد احكي لكم بقى القصة بتاعتي. ثانية واحدة، تعالى هنا مع سمسم مع مشمش وريكس، ان ريكس مش سايبه في حاله. ريكس بقى عاوز يهزر وانا مش عايز الهزار، هيطف علينا بقى ويقرفنا. عاوز يهزر. كان حلم حياتي ان اخش كليه الزراعه لاني بحب الزراعه جدا، وكانت كليه الزراعه من يعني من قمه الطموح. كان نفسي قوي 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 ان ابقى مهندس زراعي، وكان نفسي اتخصص في الثروه السمكيه. كان حب الزراعة ناشئ من شيء بسيط جدا، عشان كده بقول لكم دايما ما تستهونوش بالشيء البسيط. كان الوالد الله يرحمه كان عامل اثار زرع على البلكونه، كنت انا بزرعها. تخيلوا ان حب للزراعه وان كانت امنيتي ان ابقى خريج كليه زراعيه كانت نابعه من الزراعه اللي كنت بزرعها في اثار زرع صغيره في البلكونه. ولكن سبحان الله عندنا في مصر حاجه غريبه قوي اسمها التنسيق. التنسيق ده بيتهيألي مش موجود غير في بلادنا العربية وفي مصر تحديدا. التنسيق ده عبارة عن ايه؟ اللي ما يعرفوش، التعليم عندنا تعليم فني وتعليم عام. التعليم الفني اللي هو دبلوم التجارة ودبلوم الصنايع، والتعليم العام اللي هو الثانوية العامة. اللي بيخش ثانوية عامة يذاكر يجيب مجموع يخش حاجة اسمها تنسيق. التنسيق ده هو اللي بيحدد مصيره. إيه، انت مالكش دعوة بمصيرك خالص. انت ذاكرت جبت مجموع، تقدم ورقك في التنسيق، التنسيق هو اللي يختار لك الكليه اللي هو عاوزها بناء على مجموعك انت. مجموعي ما جابنيش كليه زراعه. زعلت جدا. ونفسيتي تعبت جدا. فكتبت التنسيق، قال لك خش تربيه رياضيه. دخلت تربيه رياضيه، وكانت خالتي دكتوره في التربيه الرياضيه. صراحه انا ما كانش ليا نفسي اخشها، واديت الاختبارات ونجحت في الاختبارات. تخيلوا ان انا قعدت اولى كليه وثانيه كليه ما اعرفش اللي بيتخرج من كليه التربيه الرياضيه دي بيشتغل ايه، لان انا مش حاببها، مش عاوز اخش تربيه رياضيه. بعد سنه ثانيه مع العشره والزماله ومعامله الدكاتره الطيبه وخلاص بقى، يعني الحمد لله رب العالمين انا عندي عاده بخش مجال خلاص، يعني انا اتحطيت في هذا المجال يبقى اتفوق فيه. الحمد لله رب العالمين تفوقت في التربيه الرياضيه، ومش عاوز اشكر في نفسي بس الحمد لله انا كنت من الطلبه المميزين. وعاوز اقول لكم يعني كنت متفوق الحمد لله رب العالمين، ولكن يعني انا هو مش سر يعني ومش حاجه يعني غريبه ولا حاجه عجيبه، ان دايما التعيينات عندنا في الكليات بيتدخل فيها عنصر الايه؟ المحسوبيه والواسطه، وده مش سر يعني. فكان ليا خالتي طبعا زي ما قلت لكم كانت دكتوره في كليه التربيه الرياضيه، وكنت في عنبر اللي الاولاد عندنا لما وصلنا سنه رابعه كل فئه اتجمعت، لان عندنا كنا المبيت بتاعنا كانت غرف كبيره جدا، والغرفه كان فيها 18 سرير. فالطلبه اللي بيحبوا المعاكسات والبنات جمعوا بعض، كنا بنسموه عنبر الايه؟ سمسم نام، خده في حضنك، خده في حضنك، لا سيبني سيبني مرتاح يا قلبي، ليه صعبان عليك؟ فدولت كنا اسمهم عنبر الايه؟ بنسموهم عنبر الحبيبه. عنبر الحبيبه ده ما كانش في حد خالص، تخش العنبر ما تلاقيش حد اصلا في العنبر، عنبر فاضي، ليه؟ كلك بره بقى مع نفسنا. وكان عندنا عنبر
عنبر ده كل الطلبه اللي فيه بتاخد حاجه بعض، يعني العنبر ده شحاتي. كانوا عايشين اشتراكيه، كنت تخش العنبر ده جزم بعض جزم وشرابات بعض وهدوم بعض. دواليب مفتحه، لا ما خلاص بقى اشتراكيه. واللي انا دخلت لقيت ببص ليه ما لقيتش هدومه في الدولاب، ما فيش اي مشكله اخش على اي دولاب تاني البس اي هدوم واخد بعض وامشي. فلما كنت اروح ازورهم وكانوا حبايبي كنت احبهم جدا، اروح ازورهم مثلا بقلع الشبشب او الحذاء انا لابسه واقعد على السرير، وانا طالع ما تلاقيهوش ما لاقيهوش اختفى، ادوخ بقى قبل ما اجيبه تاني، وانا مش من عاد اخد اي شبشب واطلع بيه. وكان ده كنت انا بقى في عنبر مسمينه عنبر المذاكره، عنبر المذاكره ده كان عنبر هادي هدوء سكينه، مفيش حد خالص محدش يتكلم، يخبط على الباب يقول انت بتخبط على الباب جامد كده ليه بالراحه، كله قاعد يذاكر. فيعني الحمد لله رب العالمين، خالتي قالت لي ريح دماغك لان المعيد اللي هيتعين معروف يعني اسمه معروف، ودفعتكم كلها هتنجح كلكم هتنجحوا، وفلان الفلاني ده طبعا بسم الله ما شاء الله عليه امتياز في سنه اولى وامتياز في سنه ثانيه وامتياز في سنه ثالثه، وهيطلع امتياز مع مرتبه الشرف في سنه رابعه. فالكوميديا بقى مش دي المشكله ومش دي الحاجه اللي تزعق، بالرغم انها حاجه تزعق بس مش زعق. يعني تخيلوا انتم طالب في كليه تربيه رياضيه بيجيب امتياز في كل المواد، يعني اقول لكم بطل اولمبي في الجمباز ما شاء الله عليه، بطل اولمبي في السباحه بيجيب امتياز في السباحه ما شاء الله، بطل اولمبي في كره السله، بطل اولمبي في المصارعه. يعني انا مثلا كنت متفوق في المصارعه بس ما بعرفش العب كوره، لا بسم مان. الله التاني بقى بسم الله ما شاء مان. الله ده بقى جمباز سوبر مان، امتياز هيرو سوبر خارق للعاده، هو الاول كان انسان محترم جدا مؤدب جدا اخلاق عاليه جدا وعمل لنا احباط كبير جدا. فانا كنت اقعد اضحك العيال بقى عاملين ايه السرير دورين كده، دور اولاني ودور تاني، اللي في الدور التاني ده مقفله كله بقى بطاطين وحاطط فيه لمبه وجاب الكتب وبيذاكر في السر، قال يعني الواد ايه مش عارف الخزان انه بيذاكر بيذاكر في الخزان. وانا اقعد اضحك لان خالتي قايله لي بالله خلاص انا عارف، اقول لهم يا جماعه اهدوا يا جماعه، اقول لك بس بقى بس ما تحبطناش خلينا نذاكر يا عم ذاكر وانزل العب وانبسط ومروق على الاخر وعارف بقى اللي ايه اللي حصل، وهو ده اللي حصل فعلا. اتخرجت من كليه التربيه الرياضيه، قعدت 6 شهور، ال6 شهور دولت كانوا اسوأ 6 شهور في حياتي، اللي هما 6 شهور ما بين التخرج واستلام الوظيفه. ال6 شهور دولت يعني برغم ان انا كنت عارف اني هستلم الوظيفه الا ان كان عندي حاله من الزهق، اكيد الحاله دي جات لك انت كمان. ما انا قعدت برضو حوالي، لا انا ما قعدتش 6 شهور، انا قعدت اكتر من شهر 8 لحد شهر 5 اللي بعديه. ياه اكتر من 6 شهور. اكتر من 6 شهور. حسيتي بايه؟ انا حسيت بيأس بس انا يعني ما استسلمتش لليأس. رحت قدمت اوراق في الاداره التعليميه، وكان عمي شغال في يعني كان مدير قسم في الاداره التعليميه، وهو ساعدني في كده بصراحه. واسطه. واسطه هي بقى الواسطه اللي جابها واسطه في البلد ده اللي مدينا واسطه برضه. خلاني اخد يعني ابقى مدرسه بالحصه. طب مكان استني بقى مدرسة. ثانيه واحده كده انا بقى اللي هصورك وانت تعالي اتكلمي يلا. يلا. عشان بس تعبان عليا بصراحه نايم كده. يلا ام عبد الرحمن بقى الدور عليها تكمل لكم بقى قصه ايه استلامها للوظيفه. اتفضلي يا ام عبد الرحمن. فكان عمي شغال في الاداره التعليميه واسطه. واسطه بصراحه. فاشتغلت بالحصه مكان مدرسه كانت عامله عمليه المراره، فهتقعد في البيت شهرين، هي مدرسه علوم في الاعدادي. فانا اشتغلت مكانها مدرسة في مدرسة الإعدادي عند المدير اللي باسم استلم شغله عنده. نفس المدرسة. نفس المدرسة هي. أول هي. مدرسة استلمت فيها التعيين بتاعي هي كانت أول مدرسة. أول مدرسة أنا استلمت فيها. ولم برضه. نلتقي مع بعض لأن أنا لما أنت اشتغلتي كنت أنا اتنقلت. كنت اتنقلت في كنت مدرسة تانية. ما أعرفكش أصلاً يعني كنت شفتك أساساً. كمل. فاستلمت شغل هناك وقعدت شهرين بصراحة كانوا أحلى شهرين في حياتي. بصراحة أحلى من سنين الشغل اللي اشتغلتها كلها. ليه بقى؟ لأن كان المدرسين الموجودين كلهم ومنهم أختي كانوا كلهم المدرسين بتوعي، وأنا الحمد لله يعني مش يعني اللي عارفيني وزمايلي اللي كانوا معايا في الدراسة عارفين إن أنا كنت بطلع الأولى على زمايلي في الفصل،
وكنت متفوقة جدا، وخاصة في مادة العلوم كنت بحبها جدا. يعني انت اشتغلتي مع المدرسين اللي درسولي؟ بقيت زميلتهم. بقيت زميلتهم. هم اصلا كانوا عارفينك كنت طالبة. كانوا بيحبوني اصلا يعني، انا وانا طالبة كانوا بيحبوني. ثواني يا عبد الرحمن كده، ثواني يا عبد الرحمن. ان هو شم ريحتها. لا هي واقفة هناك على السوق. كبر الصورة. شفتها خلاص. ريكس هيجيبها. ريكس رايح لها. ريكس مش هيسيبها اصلا. العرس دي لازم نشوف لها حل باذن الله. ماشي، اتفضل يا عبد الرحمن. فاستلمت شغلي وقعدت شهرين. طبعا في الشهرين دولت كان في مدرسه اساسيه في المدرسه، هي كانت تربيه عام وانا كنت تربيه اساسي، يعني انا المفروض ادرس للابتدائي مش للاعدادي. فكان المدير بتاعنا كان انسان محترم، كان يحب المدرس الشغال، والحمد لله يعني. بعد كده بعد كام شهر، من شهر 8 لحد شهر 5 قعدت كام شهر بدون شغل، قعدت شهرين بس في المدرسه دي، وبعد كده قعدت كذا شهر بدون شغل، واستلمت شغل بقى في المدرسه اللي كانت حماتي شغاله فيها مدير. واول يوم اروح المدرسه، الحكايه اللي انا حكيتها لكم ان هي قالت لي انها ابنها عريس يعني، وبيدور على عروسه ومش عارفه ايه، وانا ما خدتش في بالي، والحدوته اللي انتوا عارفينها دي. طب اكمل انا بقى؟ كمل. خدي. يعني الغريب في الموضوع ان نفس المدرسه اللي اشتغلت فيها ام عبد الرحمن هي نفس المدرسه اللي بدات اللي انا بدات فيها. كانت بدايتك في نفس المكان مع نفس المدير، مع نفس الناس، ومع نفس المدرسين. ومن اغرب القصص اللي حصلت لي ان طبعا انا قعدت في المدرسه دي سنتين، اتنقلت بعد كده، جيت لان المدرسه هنا دي كنت بسافر. فلما اتنقلت قابلت الاستاذ مسعد اللي هو كان المدير بتاعك في امتحانات في مدينه رشيد، الله يرحمه. فسلم عليا وخدني بالحضن وقال لي يا باسم عامل ايه، وخد ايه عملت ايه، قلت له والله يا استاذ مسعد الحمد لله اتجوزت. قلت له اتجوزت؟ اتجوزت مين؟ قلت له جانس معايا. قال لي مش معقول، انا مش مصدق. بقول لك يا باسم؟ قلت له قول يا استاذ مسعد. قال لي هو ده الصح، صح كده، باسم لجيهان هو ده الصح. طبعا خلاص يعني الحمد لله رب يعني اشتغلت، طلع مدرسه تربيه رياضيه واستلمت وظيفه، يبقى لازم انا ادي عملي. انا مش عاوز اقول لكم يعني، مش عاوز يعني، مش يعني يعني خايف الناس تقول ده بيشكر في نفسه وكلام من ده، ولكن الحمد لله رب العالمين كنت من انجح مدرسين تربيه رياضيه، سواء كان في سرنبا عندكم مميز جدا، كانت الطلبه تحبني. يعني افتكر، انا مش عارف بس اقول لكم ايه والله، يعني مش عاوز امدح، بس ما دام انتوا بقى نحكم هنحكم بقى. كنت بعمل شغل كويس جدا، كنت بحب الشغل كويس جدا. افتكر اليوم اللي الاستاذ مسعد مسك الميكروفون وقال يا اولاد الاستاذ باسم هيسيب المدرسه بتاعتكم ويرجع المحموديه. انا افتكر ان الطلبه باكم وقال لهم انا عاوز ترحيب جامد للاستاذ باسم، الاولاد فضلوا يسقفوا اكتر من 10 دقائق والاولاد باكم، واثروا في الموقف ده، اثر في نفسيتي جدا. والمدير بتاعي قال انا اول مره في حياتي اشوف مدرس الطلبه بتحبه هذا الشكل وهذا المنظر، لان كنت بعامل الطلبه مش كمدرس وطالب، لا كنت بعاملهم كانهم اخواتي الصغيرين، وكان اي طالب عنده مشكله كنت لازم انا اللي احلها. اتنقلت مدينه المحموديه، طبعا زي ما انت فعلا كانت افضل سنين حياتي في هذه المدرسه، دي كانت افضل سنين حياتي. الناس اللي فيها بصراحه يعني محترمين، طابع ريفي، زمايل هاديين محترمين، مش بتوع شكاوي، اي مشكله بنحلها مع بعض في 5 دقائق كده خلصت المشكله، اي حد عنده مشاكل في الفصل بتاعه التاني يروح يحلها له في ثواني كده ويخلص. وكان المدير بتاعنا كان بيتعامل بروح القانون وليس بيتعامل بالقانون، لا كان محترم، كان بيتعامل بروح القانون. وكان بيتخطى بعض الحواجز القانونيه في سبيل مصلحه العمل. الصفه دي ما شفتهاش لما رحت بقى المدينه، بقى لقيت التزام حاد بالقانون لدرجه ان ممكن العمل يتعطل عشان في سبيل القانون. تطبيق القانون حرفيا. وده اللي انا اصطدمت بيه في مدرستي الجديده. لو حبينا اكمل لكم، لان المدرسه ديت كان المدرسين عليها دي الغربال،
المدرسه اللي انا اشتغلت فيها دي كانوا بيسموها الغربال. ليه بقى؟ كان اسمها مدرسه الغربال. انا مش عاوز يعني اعطلكم معايا كتير، واتمنى ان انتم يعني تكونوا مستمتعين بهذه القصص مستفيدين بيها. عايز اقول لكم ان خلاص ما دام الانسان اتحط في موقع معين او في عمل معين او في وظيفه معينه، مش لازم وظيفه، اي عمل ايا كان، حتى لو مش راغبه او مش حابه، ما دام انا اتحطيت في هذا الموقع، الاسلام بتاعي واخلاقي كمسلم واخلاقي كانسان تفرض عليا ان التزم في هذا العمل واجيده واحسنه وابدع فيه، ايا كان هذا العمل بسيط او انا حتى مش حابه، ولكن انا وضعت في هذا الموضع لازم اجيده ولازم احبه. انا عايز اقول لكم باذن الله بقى اكمل لكم القصه دي في فيديو قادم، ان من كتر حبي لهذا العمل ومن كتر اجادتي فيه، مش عاوز بس يعني تاخدوا الكلام على محمل ان انا بفتخر بنفسي، لا، انا عاوز اقول لكم بديكم تجربتي الانسانيه كخلاصه تجربه يمكن الاستفاده بيها، ان من كتر الاجادة العمل بدات تحصل لي مشاكل في العمل نفسه بحكيها لكم بعدين. دلوقتي عايز اكمل راي ام عبد الرحمن، عايزه تجمع الفلفل. وام عبد الرحمن يعني يا ريت تعمل لنا مخبوز النهارده، ربنا يسهل، ربنا يسهلها. وطبعا احنا كنا نزلنا السوق جبنه وكنا عايزين نشتري لانشون، لكن لما شفت اللانشون المصنع لا ما حبيتهوش، وحش جدا. قلت لها احنا عندنا بيض بلدي اللي انا بعمله في البيت، واي واحده فيكم تعمله في البيت وباي مكونات على فكره، بس تكون المكونات الاساسيه موجوده، هيطلع احلى وانضف بكتير من اللي بيجي جاهز. اعمل لنا لانشون يا ستي، هنعمل لانشون في ماشي. وهعرفكم الطريقه والمكونات، هستلم انا التصوير وام عبد الرحمن تجمع الفلفل عشان تعمل لنا اللانشون بالفلفل الاحمر. ماشي، يلا بينا. يلا خد البوله بتاعتك يا بوسبوس، يا بوسبوس انزل يا بوسبوس. لا خليه، خليه استني استني، خليه فين بقى؟ ادي كده ماسك في الطرحه جامد، هو ماسك فيا. طب سيبيه بقى، سيبيه سيبيه، ده بيعيط. هاي عيط، هاي عيط، هاي عيط، تعيط تعيط والله، انت بتصعب عليا اصلا عشان تضعيط البيض. هلا هلا حبيبي، بصي يا حبيبي حطيه هنا في الزرع، هنا في الزرع جميل اهو. يلا هنا لم في الزرع زي ما انت عايز. يلا هو هيلعب في الزرع، وهات لنا شويه فلفل. بس ما يعني كتر لنا الفلفل ولا ايه؟ الدراجون ده كبر لدرجه ان هو بقى بيعاكسني وانا بمشي، والله انا عايز اعقله واعمل منه عقل كتير. الدراجون ده مش عارفه فيه ايه، مش هو عاوز اراضي مش عاوز سطح، الظاهر ان هو مش فالح على السطح. هو اللي فلع عندنا بسم الله ما شاء الله عليه، يعني الفلفل، الفلفل حاجة جميلة جدا. هو الفلفل عموما كل سنة بيفلح. تخيل ان القط الصغير بتاعك بدأ ياكل دراوة رخا، بيقلد سمسم، هو ما بياكلش الحاجة الا شوف شو بياكل فين. ايوه ايوه، ما بقول يا حبيبي هيتعلم. طب كل اهو، بس هو ذكائه مش زي سمسم. لا ذكائه اقل ذكاء، اقل ذكاء من سمسم. سمسم فيه ذكاء عجيب. هو سمسم فين اصلا؟ خايف من الريكس. هو سمسم فين صحيح؟ سمسم طلع على السطح الصبح، ظهر ان هو بيلف كده في على سطوح الناس، وهو بقى مجرم اليومين دول، بقى مجرم. كل نزل طلب مني اكل واكلته، وبعد كده ما شفتهوش، طلع على السطح بقى. وبكره ده يبقى زيه بالظبط؟ ده؟ لا بس ده هادي عنه شويه. ده سمسم طول عمره ده اقل ذكاء منه. اقل ذكاء. او سلالته كده بقى، معرفش. هو بدا ياكل دراور اخرى. بحب الدراور. مسكين. انا بيصعب عليا، بيصعب على ومهما اوكله وما بيطمرش فيها اكل. سمسم بسم الله ما شاء الله عليه، كنت اوكله وينام له ساعه يصحى احس ان هو شخص تاني. بسم الله ما شاء الله. انما ده يعني مسكين وغلبان. وطبعا هنكتفي بشويه الفلفل اللي احنا جمعناهم دول معاكم، وانا هكمل جمع فلفل بس بدون تصوير. هننزل دلوقتي نعرفكم ازاي اللانشون بنعمله في البيت، ويعني نحاول نعمل مخبوز. مخبوز فيه. مخبوز لان المخبوز اللي انت عملته لنا بدقيق القمح، هعمل مخبوز ثاني. انا عاوز اقول لك ان كان لون وطعم وريحه بصراحه حاجه مميزه خالص.
يلا بينا. يلا بينا. يلا بينا. وجينا بقى للجزء المفضل عند الستات ومش مفضل ابدا عند الرجاله. مين اللي قال لك؟ مين اللي قال لك ده؟ مش عارفه، حاسه ان الرجاله انا اشطر منك في الطبيخ. اصبري بس اما نعمله استوديو طبيخ وهفرجك. هنشوف. احنا النهارده هنعمل اللانشون، وطبعا انا عايزه اعمل كميه بحيث انها تكفيني يومين او ثلاثه، يعني هعمل كميه كبيره. احسن. انا عامله 8 بيضات. انا على فكره انا هعمله ببيض البط. البيض البط اللي عندي مش زفر. في بيض بط بيبقى زفر ما ينفعش نعمل بيه. تمام. فانا افضل ان هو يتعمل ببيض فراخ بس تكون حجمها كبير عشان تعمل لك كميه كبيره. الطعم هيختلف ما بين بيض البط وبيض الفراخ؟ الطعم بيبقى غني في بيض البط لو كان من نوعيه نظيفه زي اللي عندنا ديت، ما هوش زفر. 8 بيضات، 8 قطع جبنه مثلثات، وعندي هنا 2 4 6 8 8 فصوص ثوم، وعندي شويه فلفل وشويه ملح، وعندي برضو الزيتون الاخضر المملح. تمام. وعندي صلصه هاينز اللي هي الصلصه الحاره. انت اللي عاملاها ولا جاهزه؟ لا دي جاهزه، بس احنا جاهزة. ممكن على فكره نعملها في البيت. ماشي. وانا عملتها قبل كده في فيديو وممكن اقول لكم مكوناتها بس بعد ما اخلص. اتفضلي. هنحط كل المكونات دي، وعلى فكره ممكن نحط ده سليم، بس انا افضل ان احنا نفرم المكونات كلها مع بعضها عشان يبقى الطعم كله واحد ومتجانس. دلوقتي انا هحط الثمن بيضات. طبعا انا بفقش في الخلاط مباشر عشان انا ضامنه البيض بتاعي. طبعا. شوفي البيض لما يبقى صابح يبقى البياض والصفار غليظ القوام، متماسك وغليظ القوام. شايفين يا جماعه عامل ازاي؟ بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك. احنا بندعو كل الساده المشاهدين ان هم يربوا في البيت عشان ياكلوا اكل صحي وياكلوا اولادهم اكل صحي. يلا مع عبد الرحمن الخطوه الثانيه. طبعا الصلصه دي حاره جدا، انا هحط بس شويه كده، يعني تقريبا نص معلقه عشان عبد الرحمن بيحبش الشطه برغم ان احنا بنحب الشطه جدا. انا بموت في الشطه. هحط بقى بقيه المكونات دي كلها. تمام. مره واحده. تمام. ممكن نحط الفلفل حصى او نحط الزيتون ده زي ما هو كده، بس بعد ما نضرب البيض والمكونات الثانيه. الخطوة الثانية. بعد كده احنا حطينا 8 بيضات. هحط 3 معالق دقيق كبار. 1 2 3. وهضرب لو حسيت انه مش متماسك قوي بحط معلقة كمان. تمام. وهنا طبعا ده لون طبيعي، انا بس عشان يبقى المنظر شبه الجاهز. انا مش هحط كتير، رشه بس. يا ريت حاجه بسيطه كده. مع عبد خلاص. وعلى فكره احنا ممكن نحط كمان مرق الدجاج، بتعزز الطعم وتخلي الطعم جميل، بس انا النهارده للاسف دورت عليها مش عارفه انا حطيتها فين، مش فاكره بصراحه. مش بس مهم. هي المكونات ديت بتبقى مظبوطه وممتازه. مرقه الدجاج يعني بتضيف نوع من التوابل كده طعم حلو، بس التوابل بس هي الكميه دي كفايه يعني. طبعا لقيت المكونات بتاعتي سايله زياده عن اللزوم، فانا هضطر احط لها معلقه كمان دقيق. يعني انت بتقولي، انا هقول لك ليه. في اعتقادي انا يعني. أيوه. المقادير مش ثابته بسبب نوعيه البيض. لا، عشان البيضه كبيره. ما انا بقول لك حجم البيض احتاجت معلقه، يعني لو البيض بالعدد ده بيض فراخ عادي صغير، بيض فراخ، يبقى هو المقادير اللي انا قلتها في الاول مش هتحتاج المعلقه الدقيق دي. مظبوط. خلاص. بعد كده هتعمل ايه؟ بعد كده بقى انا بحط المكونات دي كلها في كيس، وانا بفضل طبعا يكون الكيس رفيع. ده ارفع كيس عندي، انا بشتري اكياس ثانيه ارفع من كده لللانش. انا خلي بالك لا يهمنا، بس انا النهارده يعني ما عنديش غير الكيس بالاتساع ده. انا عايز اقول لك احنا مش هيهمنا، لا هيهمنا اللون
ولا هيهمنا شكل ال. اولا عايز اقول ان اللون ده ما بيضيفش اي حاجه للطعم على فكره، ماشي. هو بس منظر حاله نفسيه. طب بس ممكن نستبدلوه بالبنجر الاحمر؟ ممكن نحط بنجر احمر، هيعزز القيمه الغذائيه بتاعته وهيزود القيمه الغذائيه. بعد كده بنربط الكيس وبفضي الهواء وبسيب فيه يعني فراغ حاجه بسيطه كده عشان ما ينفجرش، لانه بيزيد. بفضيه، اسيب يعني افضي الهواء كده واربط على مسافه شويه كده، تمام. وبحطه في حله ميه بتغلي على النار لمده نص ساعه، وبعد كده اوريكم شكله ايه. وده اللانشون بتاعنا بعد ما طلعناه من الميه، انا سبته يبرد. وهبدا اقطعه معاكم. بسم الله ما شاء الله، شايفين طري؟ بدي ادوق. اكيد طعمه جميل. انا مش قادر اقاوم، مش قادر اقاوم لان انا جعان. انا هدوقه واقول لكم طعمه ايه بمنتهى الامانه. لا بمنتهى الامانه، بمنتهى الامانه افضل بكتير بكتير من الجاهز. وطبعا بطريقه اللانشون الجميله دي يا ريت تجربوها. بتمنى انكم ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. واحنا ما عملناش المخبوز النهارده عشان ما نطولش عليكم، الفيديو الجاي ان شاء الله. ما تنسوش برده قناتنا الثانيه وفر في بيتك من اوعات 3 الخاصه بخلف الكواليس والفيديوهات القصيره. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.